هنا ببلدية الحجار في ولاية عنبة تتخذ نادية مكانا لبيع مختلف أنواع الحشائش وأوراق الديون لإعالة نفسها وابنها الوحيد بعد أن هجرها زوجها. ورغم الوحدة وثقل المسؤولية إلا أنها متفائلة على الدوام وتقابل الجميع بابتسام. والدوام نخدم أنا كل رمضان إن شاء الله عني هنايا، عندي طفل لازم نعيشه والحمد لله يا ربي. نشري المعدنوس والدبشة الكرافس الأوراق تاع البورك ونخدم إن شاء الله ونعود السوق. عندي زبائن ما شاء الله يجوني الناس من كل بلاصة يشري ستو الأوراق تاع البورك الدبشة. لأنها اختارت العمل الشريف وعدم مد يدها لأي كان فقد نالت الاحترام والاستحسان. الناس كل تعاونها وتشرب من عندها وناس كل نقولوا هنا الشعب كامل نعاون أختنا. إنسانة زوالية وراي تبيع في الورق ومعدنوس نشقاو عجلها نحبوا نشريو من عندها باه نعاونوها. عندها أولاد عندها دار مسكينة ربي إن شاء الله يفرج عليها ونتمنوا من الناس كل تجي تعاونها تشري من عندها. لا تحلم نادية سوى بمنصب عمل لابنها الوحيد، فهذه هي أقصى الأمنيات لأم تصارع مرارة الحياة. نطلب الهنا والسعادة ونعد إن شاء الله يكون وليدي يكون خدام، هذا وش نتمنى والصحة الجيدة إن شاء الله. نادية واحدة من الفحلات المكافحات الساعيات للقمة الحلال رغم كثرة الأهوال.